عشق الكتابة منذ الصغر، إذ نظم قصائد مذهلة تجلت فيها بقوة قدراته الإبداعية. أولى روايته كانت أكادير، كانت إشارة على ولادة روائي متميز باللغة الفرنسية. شاعر كبير يتمتع بروح شعرية وأسطورية بارعة. محمد خير الدين. ولد خير الدين في قرية أزرواد بالقرب من تفراوت عام 1941، وانتقلت أسرته إلى الدار البيضاء حيث كان والده يشتغل في مجال التجارة. ترك خير الدين الدراسة في مرحلة مبكرة، وعمل في صندوق الضمان الاجتماعي في أكادير لمدة عام بعد الزلزال، ومن ثم انتقل إلى الدار البيضاء. في هذه المدينة شارك في إنشاء مجلة بالتعاون مع كتاب آخرين. في آخر فترة من حياته، ورغم تدهور حالته الصحية، أظهر مقاومة شديدة للمرض، وكرس نفسه للكتابة باستمرار، مخرجاً إلى النور أعماله الأخيرة، منها يوميات سرير الموت، التي تسلط الضوء على تحدياته مع معركة المرض. كان خير الدين كاتباً لا يمكن تصنيفه بسهولة، حيث لا يقتصر إبداعه الكتابي على مجال محدد، كاتب يتجاوز كل الحواجز الزمنية والمكانية.